وفعلا وإذا رأيت الواحد يشكو الهم والغم وضيقة الصدر، اسأله أول شيء عن صلاته، كيف صلاتك؟ صلي ولا لا؟ هذا مرة أنا كنت مر على عند طريق عند الأستاذ الملك فهد في الرياض، توه مذن العصر وطالع عندي شغلة ومريتها بصلي قدام، وأشوف لي اثنين شباب في الشمس جالسين، ما أدري عاد وش اللي ماسكه معهم ذاك اليوم، جالسين في ذا الشمس، واحد منهم واقف يصلي والثاني يشيش. تعديتهم بعدين قلت في نفسي هل يشيش يا أما أنه جنب ولا عنده ماء، ولا أنه مسافر وجمعها مع الظهر، ولا حائض أو نفسه، ما في عندكم سبب خامس؟ واحد ما صلى، ليش ما صليت يا ابني؟ يا أما أنك ما أنت بطاهر، ولا أنك جمعتها، ولا أن عندك عذر شرعي يعني. والله هو داور وأقف له هذا قد خلص صلاته، سلام عليكم يا شباب كيف الحال ساكم بخير. قلت له ذاك يا أخي أنا ما أدري، أنا شفتك ما تصلي فما أدري، اعتبرني أخوك، أنت مسافر؟ قال لا. أنت يعني ما عندك ماء تطهر؟ قال لا. بغيت أقول له حاضر نفسه، خفت أنجلد ذاك اليوم. قلت خلني مؤدب يعني، ومنعت يعني يتم جلد المذكور صعبة. فقلت له طيب يا ابني ليش ما تصلي؟ والله كذا وأنا واقف معه في الشمس، ليش ما تصلي؟ قال كذا 10 سنين ما صلي، أو قال 8 سنين ما صلي. قلت ليش؟ إيش بينك وبين الله ما تصلي؟ ليش الحبل اللي بينك وبين الله تقطعه؟ ليش؟ وش سوابك ربي؟ هذاك تاكل وتشرب وتلبس وتقوم وتقعد، ماذا فعل الله بك أنت الحين؟ تنتقم من ربك، زعلان على الله؟ الله لما يدعوك إلى 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 الوقوف بين يديه، إلى لقائه 5 مرات في اليوم، لك الشرف يا أخي. يا أخي لو يعطونك بطاقة تدخل على الأمير 5 مرات في اليوم افتخرت بها على غيرك، فما بالك برب يدعوك حي على الصلاة، تعالوا صلوا، حي على الفلاح، وتتكبر يا ابني. طبعا قلتها بأسلوب يعني هادئ معه، يا ابني أبى أسألك سؤال. قالها. قلت وش تحس به في قلبك؟ قال وسكت، تنهد وسكت. قلت جاوبني وش تحس في قلبك يوم هذا واقف يصلي وانت بشيشتك، وش تحس به؟ قال والله يا شيخ ما اخذت الشيشه الا من ضيقة الصدر. قلت تدري وش سبب ضيقة الصدر؟ انت لست عندك مرض ضايق صدرك منه، لا انت مصاب بسرطان ولا تليف وتنتظر وش تحاليل ولا بموت ولا متبرع، لا انت كل شيء مكتمل عندك، لكن سبب ضيقة الصدر هذه ان الصلة اللي بينك وبين الله قطعتها، وبالتالي انت تظن انك لما بتدخن ولا بتجلس انك بساسع صدرك. وكثير ممن سألتهم يا شباب من الذين يتركون الصلاة اول ما يشتكي، سبحان الله، كما قال الله تعالى ومن اعرض عن ذكري، اكثر المفسرين على ان ذكري الصلاة، مثل ما قال الله تعالى واقم الصلاة لذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنكا يعني ضيقة صدر. لذلك أعظم قيمة تحافظ عليها هي القيمة التي سيسألك رب العالمين عنها يوم القيامة. الأمر الثاني، من أعظم ما يميز ديننا قيمة بر الوالدين. أنا كنت في بلجيكا